السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مزيد زد، حلقة جديدة على مدونة ديزا تاك قناة ار تي جي بي. هذه حلقة تقنية، أو في حلقة اليوم سنناقش مشكل أو حل مشكل. هذا المشكل يعاني منه كل من يستعمل ويندوز 10، وهو مشكل استهلاك الويندوز 10 الكبير للإنترنت الخاصة بالحاسوب، وهذه تضرنا لأننا لا نملك صبيب إنترنت كبير في الدول العربية، فهذه الطرق تضرنا كثيرا. ولكن اليوم أحضرت لكم حل لهذه المشكلة. طبعا هذا الحل سهل جدا، ونمر إلى الشرح مباشرة. طبعا هذا الحل، كل ما عليك فعله هو الذهاب هنا، ثم تذهب إلى سيتنج، انتظر. بعد أن انتظر لنا هذه النظرة Update and Security، بعد أن نأتي هنا نضغط على أدف أو Windows Update، نضغط على Advanced Option. بعد أن نقوم بتعميل أو التعليم عليها، فكل ما علينا فعله هنا تجد هذه هنا Automatic Recommended، نضغط على Notify and أي هذه يقومون بإعلامنا عندما يقوم بتحميل أي Update. ثم هنا give me update other، هذه الخاصية تقوم بنشر أو يقوم باستهلاك صبيب انترنت الخاص بك لإعلام الحواسيب الأخرى بوجود الويندوز 10 أو قوموا بالذهاب إليه. هذه فكل ما عليكم فعله هو تجدونها هكذا. وأنت تقوم بإنزال هذه الشعارات من هنا، طبعا بعد أن انزعها فقد وصل هنا، قد انتهت كل الإعدادات، ولن يقوم الويندوز 10 بأخذ صبيب إنترنت بعد الآن. وإلى هنا قد وصلنا لنهاية الفيديو، نرجو منكم عمل لايك وسبسكرايب وشير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.